هذه القوة الهائلة؟ لقد هاج البركان ثانية يا دهام. دكتور عرفان، ماذا يعني ذلك؟ درجة الحرارة تشير إلى أن انفجارا هائلا أقوى من القنبلة النووية قد وقع، ولست أدري ماذا سيشكل هذا الأمر من خطورة. يؤكد آخر التقارير بأن إعصارا هائلا قد ضرب التقاطع رقم 5، وقدرت سرعته بأكثر من 100 ميل في الساعة. دكتور، تقاطع 5 يبعد قليلا عن البركان الثائر. أخشى أن يصدق حدسي وتقع الكارثة، أخشى هذا. ماذا تعني يا دكتور؟ أنا لا أفهم ذلك. من الجائز أن تكون هناك علاقة بين الإعصار وثورة البركان من جهة، ومخططات الجيش الديناصوري من جهة أخرى. ماذا؟ اذهبوا في الحال لتتأكدوا من الأمر. أمرك. وسيكون له شأن كبير في معركة اليوم. جسم هائل غريب ظهر على الشاشة. ارتفعت سرعة الريح إلى 50 مترا في الثانية. 50 مترا في الثانية؟ نعم، 50 مترا. حسنا، لنقترب منه أكثر. جسم هائل جدا يقترب منا، من الخطر الاقتراب. يجب أن نعرف سر هذا الجسم الغريب قبل وصوله إلينا. كريم، كريم مريض جدا، إنه يصرخ من شدة الألم. ماذا؟ ماذا حصل يا عزيزي؟ تكلم. عزيزي، ربما الزائدة الدودية. يجب نقله إلى مستشفى المدينة. وماذا بشأن الإعصار؟ من الخطر أن نقترب من الإعصار أكثر. طفل مريض بالقرب من منطقة الإعصار، حالته خطرة، أسرعوا إلى إسعافه. يجب إنقاذه. يجب أن نتعرف على الجسم الغريب أولا. كلا، الطفل المريض في حالة خطرة، أخرجوه أولا. كمان، ولكني أريد التعرف على الجسم الغريب قبل كل شيء. دهام، هناك طفل يموت. من الصعب الهبوط والإعصار في شدته. أعرف، تهيأوا للهبوط، هيا. أمرك. الآن. لله وشكرا. كمال، هيا هيا بسرعة. في الحال. دهام، همام، هيا وبسرعة قبل اقتراب مركز الإعصار منا. هاتوا المريضة معكم، هيا. حاضر. لا أستطيع ترك المحطة، ولدي في رعايتكم. ولدي في رعاية الله. هيا بسرعة. بطني تؤلمني. الإعصار يشتد، ادخلوا المركبة، ادخلوها فورا. اعتنوا بولدي أرجوكم. همام، دهام، احترسا. دعي الأمر لنا، سنراك فيما بعد. جاهزون للإقلاع؟ نعم جاهزون. يا إلهي، ما هذا؟ يبدو وكأنه طائر هائل وموجود في قلب الإعصار.
إنه وحش. دهام، إنه الوحش. الوحش ماذا؟ وتظنه هو الذي صنع الإعصار؟ همام، سنكون طعما للوحش. حاول الإقلاع أثناء ذلك. لميس، هيا لنذهب. أمرك. القنابل الصاروخية تطلق. أمرك. المدرع الثاني، أهرب. سنكون بخير قريبا. اصمد يا ولدي. لا تخف، سنكون بخير. هيا بسرعة، هيا. لا أرى شيئا. لقد اختفى الوحش في الزوبعة كمان. ريح شديدة يصعب الدخول إليها. لميس، يجب أن نجد سبيلا للدخول إلى وسطها. كمان، هيا بسرعة. جاهز لنذهب. فلنتحد. هيا. الاتحاد قوة. الاتحاد القوة. لذلك كل مكان. انتظر لحظة، القيادة العامة أجر هنا تتكلم محطة الربيع. لقد ظهر وحش والقوة الصاروخية تتصدى له. أجر، هيا نذهب.